هل أنت معتاد على الانتظار؟ هناك انتظار قصير مثل الانتظار في طابور للحصول على خدمة أو سلعة ما، أو انتظار المواصلات، أو انتظار وصول شخص من المطار. هذا كله انتظار طبيعي يفعله معظمنا، لكن هنالك انتظار طويل مثل انتظار المحطة القادمة من الحياة، انتظار الحصول على وظيفة أفضل، انتظار أن يتغير الوضع الحالي، انتظار إقامة علاقة تجعلك سعيدا، انتظار نجاح، انتظار أن تصير ثريا، أن تصبح مهما، أن تكون مستنيرا. هناك أناس كثيرون يقضون كل حياتهم ينتظرون كي يبدأوا حياتهم. الانتظار حالة عقلية تعني ببساطة إنك تريد المستقبل ولا تريد الحاضر، تريد ما ليس عندك وترفض ما عندك، وعندما تحصل على ما تريد ستظهر أشياء أخرى تنتظرها، لأنك ستكون دائما تريد المستقبل، وهذا يجعلك تفقد الحاضر.